لمن يريد فهم المبادئ أو الأسس التي بنيت عليها الدولة الحديثة، فعليه البحث في أعمال جون لوك، أحد أبرز المفكرين السياسيين في القرون الأخيرة، حيث كان أحد أكبر دعاة الحرية، ويتردد صدى هذا الإرث في الثورات والدساتير في معظم دول العالم، ويتضمن هذا أيضاً الدعوة إلى التسامح الديني. من ناحية أخرى، قيل عنه أنه رائد التنوير، حيث أرست نظريته التجريبية التي تركز على التجربة والاحتكام إلى المنطق الأساس للثورة العلمية والنمو الفكري الحديث. كان جون لوك فيلسوفاً إنجليزياً مؤثراً للغاية في القرن السابع عشر، وهو شخصية مهمة في عصر التنوير الأوروبي المبكر، ولا تزال أفكاره خاصة في مجال الفلسفة السياسية ذات أهمية كبيرة حتى يومنا هذا. ولد لوك عام 1632، وعاصر في شبابه الحرب الأهلية الإنجليزية التي أطاحت بالملكية وأدت إلى قيام الجمهورية. كانت للعديد من أفكاره تأثير كبير على كبار مفكري التنوير اللاحقين مثل إيمانويل كانت وديفيد هيوم وجان جاك روسو. كان عالما متعدد الثقافات، كتب وفكر في نطاق واسع من الاهتمامات. لكي نفهم أي مفكر، علينا أولا أن نفهم الزمن والظروف التي عاش فيها. فعندما كان جون لوك شابا كان يدرس الطب، ولكنه غير وجهته لاحقا إلى الحقوق، لكنه تعلم من المجال الطبي طرق البحث العلمي المتركزة على الموضوعية البعيدة عن الانحياز الشخصي. وحدث في شبابه أيضا نشوب الحرب الأهلية الدموية، حيث المذابح والفوضى واستباحة الدماء، ولكنه تعلم من هذه التجربة الصادمة رؤية الجانب القبيح للإنسان. وفي زمنه أيضا بدأت الحملات التوسعية الاستعمارية، وخاصة استكشاف العالم الجديد أمريكا، ومن عبر البحار كانت ترده الأنباء حول التجمعات المتحضرة والهمجية على سواء، وكيف كان يعيش الناس في بقاع الأرض المختلفة، وكيف كانوا يديرون مجتمعاتهم. وهذا أمر مهم في تشكيل نظرياته السياسية والاجتماعية. ينبغي النظر إلى كتابات لوك حول الفلسفة السياسية في ظل الخلفية المتقلبة والعنيفة في بريطانيا في النصف الثاني من القرن السابع عشر، الحرب الأهلية وتأسيس الكومنولث، قيام الجمهورية وظهور ميثاق الحقوق، حيث تم أخيرا تأسيس سيادة البرلمان على عكس النظام الملكي السيادي. كان أهم عمل سياسي للوك هو أطروحتان بخصوص الحكومة، وقد نشرهما في نفس العام الذي نشر فيه ميثاق الحقوق، ويظهر فيه أنه يعارض بشدة الحكم المطلق على عكس توماس هوبس الذي تكلمنا عنه في فيديو سابق، ويؤيد الفصل بين الكنيسة والدولة. تأثرت فلسفة لوك السياسية بشكل كبير بنظرية العقد الاجتماعي، ويمكن تلخيصها على النحو التالي: أولا، يولد الفرد في حالة طبيعية، حيث يتمتع كل شخص بثلاثة حقوق طبيعية وهبها الله، وهي التي لا يمكن لأحد سلبها منه، وهي حق الحياة، حق الحرية، حق الملكية. لكن وكما سلفه توماس هوبس، اعتقد لوك أن الطبيعة البشرية كانت أنانية في طبيعتها، ولكن على عكس سلفه اعتقد لوك أن الطبيعة البشرية تتميز بالعقل والتسامح. ثانيا، هذه الحالة الطبيعية غير مستقرة، والأفراد معرضون لخطر الأذى الجسدي، وهذا يعني أنهم غير قادرين على تحقيق أي أهداف تتطلب الاستقرار أو التعاون مع الآخرين. ثالثا، في مثل هذه الظروف تنشأ الحكومة، لأن الفرد يرى الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال التنازل من عدد من حقوقه لصالح السلطة المركزية، ويتم ذلك في شكل إبرام عقد بين الطرفين.
وبوسعنا أن نرى تأثير فكر لوك السياسي وإيمانه الأساسي بوجود حقوق للإنسان بوضوح في إعلان استقلال الولايات المتحدة ودستورها فيما يعرف بالتعديل الدستوري الأول، وهذا جاء بعد لوك بحوالي قرن من الزمان. كما دعا لوك أيضا إلى الفصل الحكومي بين السلطات، واعتقد أن الثورة ليست حقا فحسب بل هي فرض في بعض الظروف. ويعرف لوك غالبا باسم أبو الليبرالية الكلاسيكية مع اقتباسات تدعم هذه الفكرة، إن هدف القانون ليس إلغاء الحرية أو تقييدها بل الحفاظ على الحرية وتوسيعها. لكي نفهم لماذا عارض جون لوك الشرعية المتأتية من الصبغة الدينية للملوك، علينا أن نفهم من أين جاءت هذه الشرعية من الأساس. يصف لوك أن الحاكم الذي ورث حكمه بزعم أنه مختار من الله، وحين لا يعمل بأمر الله تقوم حاشيته بتأويل كتاب الله كما تسير مشيئة هذا الحاكم، ومن يختلف معه ستكم الأفواه بالقوة أو يهدد بالقتل. صدمة الحرب الأهلية خرجت بتوماس هوبز الذي اتخذ منهجا علمانيا، فقد اتفق مع هوبز في رفض فكرة الحق الإلهي للملوك، لكنه اختلف معه في أن طغيان الحاكم أفضل من عدم وجود حاكم، بل اتخذ منحا مغايرا تماما في بحث مثل هكذا مواضيع، حيث كان يروج لفكرة عدم امتلاك أي شخص أو جهة السلطة المطلقة. وبالنسبة لأهم عمل له وهي أطروحتان حول الحكومة، فإن أطروحته الأولى كتبها لدحض مبادئ فكرة روبرت فيلمر الصادر عام 1680 بعنوان باترياركا. كان سير روبرت فيلمر باحثا سياسيا إنجليزيا دافع عن الحق الإلهي للملوك، وكان عمله الأكثر تأثيرا حول القوة الطبيعية للملوك بمثابة نقض لفكرة العقد الاجتماعي. كانت حجة فيلمر في السلطة الأبوية هي أن الدولة تشبه عائلة كبيرة يتمتع فيها الملك بصفته الأب بسلطة مطلقة، وكان يعتقد أن هذه السلطة الأبوية مستبدة مباشرة من الله وليس من موافقة المحكومين. كان تبريره للملكية المطلقة متأصلا في تأويل النصوص المقدسة حول قصص آدم ونوح. جادل فيلمر بأن آدم منح السيادة على عائلته، وأن هذه السلطة الأبوية انتقلت عبر الأجيال حتى الملوك الحاليين، وأكد أن هذا الخط من السلطة لم ينقطع، وبالتالي فإن الحق الإلهي للملوك لا يمكن إنكاره. لكن هذه الأفكار كانت مثيرة للجدل حتى في زمانه، وتعرضت إلى انتقادات شديدة من قبل الآخرين وخصوصا جون لوك. لذلك كانت أطروحة لوك الأولى عن الحكومة مخصصة بالكامل لدحض حجج فيلمر بشأن الحق الإلهي للملوك والحكومة الأبوية. الأطروحة الثانية هي الأكثر شهرة، وهي جوابه على توماس هوبز، وتصف عقدا اجتماعيا مغلقا. يبدأ لوك بتعريف حالته الطبيعية، وهي الحالة الافتراضية التي عاشها البشر قبل أن تتكون المجتمعات. وفي حالة لوك الطبيعية يكون البشر في حالة من الحرية الكاملة لتنظيم أفعالهم والتصرف في ممتلكاتهم كما يريدون. إنها أيضا حالة من المساواة، حيث تكون السلطات الإدارية والسلطات القضائية مترادفة، ولا يوجد شخص لديه سلطة على الآخر في كثير من الأحيان، ولا يوجد أي دليل أكثر من المخلوقات من نفس النوع، حيث تولد لجميع مزايا الطبيعة واستخدام كما يجب أن تكون القوى نفسها متساوية فيما بينها دون خضوع. لكن هذه الحالة الطبيعية لها قانون طبيعة للحكم، والذي يلزم الجميع، والسبب هو أن القانون يعلم جميع البشر الذين لا يريدون سوى الرجوع إليه أنه بما أن الجميع متساوون ومستقلون فلا يجوز لأحد أن يؤذي شخصا آخر في حياته أو يحد من حريته أو يستولي على ممتلكاته، لأن كل ذلك من صنع واحد قدير وحكيم بلا حدود، والجميع خدم لله لأنه أنزل الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفته. لذلك كل البشر ملك لله وليس ملكا لشخص آخر. هذا هو المكان الذي يبدأ فيه لوك تبريره الديني لحقوقنا الطبيعية الثلاثة،
الحق في الحياة والحرية والملكية. وقد تم إثبات حجة لوك هذا أيضا في مقال يتعلق بالفهم الإنساني، عندما قال أن البشر على عكس الحيوانات لديهم ما يكفي من النور في صدورهم ليعرفوا خالقهم والنظر إلى الواجبات التي كلفوا بها. يقول لوك أن أي شخص لديه الحق في مخالفة المخالفين لقانون الطبيعة هذا، لكن مشكلة لوك هي أن الإنسان بطبيعته متسامح مع المقربين منه، وشغفه بالانتقام سيحمله إلى أبعد الحدود عند معاقبة الغرباء. لهذا السبب تم إنشاء المجتمع المدني والأنظمة كحكم، وأكد لوك على أن الأنظمة تم إنشاؤها لحماية قوانين الطبيعة التي وهبها الله الحق في الحياة والحرية والملكية، فهي ملزمة بتوفيرها، فإذا أصبحت الدولة طاغية يحق للمجتمع إسقاطها. وقال عندما يسعى المشرعون إلى الاستيلاء على ممتلكات الناس وتدميرها أو تحويلهم إلى العبودية تحت سلطة تعسفية، فإنهم يضعون أنفسهم في حالة حرب مع الناس الذين يعفون بعد ذلك من أي طاعة أب، ويتركون للملجأ المشترك الذي قدمه الله لجميع البشر لأي منظر سياسي، على الرغم من أن السؤال يصبح لماذا، يجب أن تكون النظرية المتماسكة مدعومة بأدلة وحجج كافية. من الجيد أن نقول أن لدينا ثلاثة حقوق، ولكن بدون تفكير مقنع تكون الحجج عرضة للهجوم من جانب شخص سلطوي أو فاشي، ويمكن أن يأتي ويتعارض مع نظرية الملكية التي يجدها البعض أكثر إقناعا لأسباب ليس أقلها عمقها. لكن بالنسبة للوك فإن المنطقة لاهوتي بحت، والأطروحة الثانية رغم تأثيرها حتى في عصره تفتقر إلى العمق، إلا أن نظريته لتبرير الملكية تتبع نفس المنطق. يقول لوك أنه كما ورد في النصوص المقدسة فإن الإنسان ورث الأرض، ولكن هذا لا يجيب على السؤال الصعب حول كيف يمكن لشخص أن يمتلك أي شيء. يبدأ لوك بالقول أن الله أعطى الإنسان الأرض والعقل، وللإنسان ملكية على نفسه، ولا يحق لأحد أن يملك حقا على أي شخص آخر، بحيث إذا وضع الإنسان عمل جسده في الأرض فإنه يجعله ملكا له، وخلاف ذلك سيموت الإنسان. وبذلك فإن العشب الذي أكله حصانه، والقمح الذي حصده خادمه، والمعدن الذي استخرجه من أي مكان لديه الحق فيه، ويصبحون ملكا له دون الحاجة إلى موافقة أي شخص. العمل الذي كان لي لإخراجهم من تلك الحالة المشتركة، فعلى الجميع قبول ملكيتي عليهم. لم يكن القرن السابع عشر فترة اضطرابات سياسية فحسب، بل كانت أيضا فترة اضطرابات دينية، ولا سيما الحروب الدينية الأوروبية. وفيما يتعلق بمعتقداته الخاصة، كان لوك بروتستانتيا، وكان يعتقد أن الدين يتوافق مع العقل البشري، واعتبر أن فكرة فرض دين حقيقي واحد على الناس لا يمكن أن يكون لها التأثير المطلوب أبدا، لأن المعتقد لا يمكن فرضه بالإكراه. وفي الواقع فإن فرض التوحيد الديني من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب اجتماعي. ومن عجيب المفارقات أنه على الرغم من أن لوك كان من دعاة التسامح، فإنه حث على اضطهاد الإلحاد، لأنه كان يعتقد أن إنكار وجود الله من شأنه أن يقوض النظام الاجتماعي ويؤدي إلى الفوضى. وباختصار بالتأكيد فإن لوك ليس معصوما من الخطأ، وهناك العديد من الانتقادات التي وجهت إليه عبر القرون. مغالطة الصفحة البيضاء أو تابيولا رازا، قوله أن الإنسان يولد كصفحة بيضاء فارغة، وتعزى الفكرة الحديثة للنظرية في الغالب إلى تعبير جون لوك عن الفكرة في مقالة كتبها والمسمات حول الفهم الإنساني، ولا سيما استخدام مصطلح الورقة البيضاء في الكتاب الثاني في فلسفة لوك. كانت الصفحة البيضاء هي النظرية القائلة بأن العقل البشري عند الولادة يكون فارغا بدون قواعد لمعالجة البيانات،
وأن البيانات تضاف وتتشكل قواعد المعالجة فقط من خلال تجارب الفرد الحسية. تعتبر هذه الفكرة مركزية في التجريبية، وتتعارض بشدة مع أفكار ديكارت الذي زعم أن هناك أفكارا مزروعة فينا حتى قبل الولادة، وهي بمثابة نقطة البداية لشرح لوك اللاحق في أطروحة الثانية للأفكار البسيطة والأفكار المعقدة. كما فهم لوك، تعني صفحة البيضاء أن عقل الفرد ولد فارغا، كما أنها تؤكد على حرية الأفراد في تأليف أرواحهم. يتمتع الأفراد بالحرية في تحديد محتوى شخصيتهم، لكن الهوية الأساسية كعضو في الجنس البشري لا يمكن تغييرها. إن هذا الافتراض بوجود عقل حر مؤلف ذاتيا مقترنا بطبيعة بشرية ثابتة يؤدي إلى عقيدة لوك حول الحقوق الطبيعية. كثيرا ما تتم مقارنة فكرة لوك عن الصفحة البيضاء مع وجهة نظر توماس هوبس حول الطبيعة البشرية، حيث يتمتع البشر بمحتوى عقلي متأصل وخاصة الأنانية، لذلك يتجاهل القدرات الفطرية والتأثيرات الثقافية، مما يبالغ في تبسيط التنمية البشرية، وربما يتجاهل وجهات نظر أخرى مهمشة. فكرة الملكية. تبرر نظرية العمل الخاص بالملكية عدم المساواة، مما يسمح لأولئك الذين يمزجون عملهم بموارد وفيرة الأرض بتراكم ثروات هائلة، مما قد يؤدي إلى إدامة هياكل السلطة القائمة. السياسة الإقصائية. على الرغم من أن عقده الاجتماعي يدعو إلى التوافق، فإنه يستبعد قطاعات كبيرة من السكان، النساء والطبقة المتوسطة والعبيد من المشاركة، مما يثير المخاوف بشأن التمثيل والمساواة. لكن علينا أن نفهم أن هذا الانتقاد هو من وجهة نظر حديثة لفلسفة عمرها 4 قرون. النقطة الاستعمارية العمياء. تم استخدام مبرراته لملكية الأراضي والتجارة لإضفاء الشرعية على الاستعمار والاستغلال الأوروبي، مما ألقى بظلاله على إرثه في سياقات ما بعد الاستعمار، علما أنه كانت لديه أسهم في شركة الملكية الأفريقية التي كانت تتاجر بالرقيق وتبيعهم إلى العالم الجديد. التشكيك في الحقائق العالمية. إن تركيزه على العقل والحقائق العالمية يتجاهل تنوع الخبرة البشرية وأنظمة المعرفة، وبذلك يتجاهل أيضا السياقات الثقافية والتاريخية. صار على الرغم من أن الكثيرين يجادلون بأن تأثير لوك خلال حياته كان ضئيلا، إلا أن تأثيره على كتاب عصر التنوير اللاحقين والمؤسسات السياسية المعاصرة في العديد من الدول كان كبيرا جداً.